السلام عليكم، تحياتي للجميع. رمضان كريم معكم لاله بوتينه من قناه ديالي زلاله بوتينه شيوات لاله بوتينه. اقتراح اليوم ان شاء الله غيكون هو شوربه بالفطر والكريمه، مكونات بسيطه وتجهيز لذيذه. غادي نحتاجو 500 غرام ديال شامبينيون دو باري او الفطر الباريزي، 2 من الايشالوت، يمكن تستبدلوها بالبصل، ابزار او فلفل اسود، ملح، زيت زيتون وكريمة أو لا كريم فريش. في طنجرة نضع شامبينيون دو باري، ثم نضيف له القطع ديال لي شالوت، نضيف الملح حسب الذوق، فلفل اسود او ابزار، زيت الزيتون يمكن تستبدلوه بالزبده. غنشحروا هذه المكونات كامله مع بعضياتها بشكل جيد حتى لي شالوت وشامبينيون ينزلوا، حتى ينزل الماء الطبيعي ديالهم. ثم نضيف الماء، اذا كان مرق الدجاج ما من الاحسن تيلدد اكثر، ما كانش غير الماء الطبيعي، ونخليوها تطيب على المهل ديالها. من بعد ما طابت لينا لاسوب ديالنا تنطحنوها في الخلاط الكهربائي. وهلا السوب ديالنا اصبحت جاهزه تتشرب دافيه. تنزينوها بالقشده الطريه، تجي رائعه وبنينه وخفيفه. ما تنساوش لايكيو لا فيديو، كذلك اللي مازال مشترك في القناه يضغط على زر ابوني سبسكرايب اشتراك، وتبارطاجيو الوصفه في مواقع التواصل الاجتماعي التابعه لكم. شكرا للمتابعه.